السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صحي النوم على شاشة التسي. معكم محمد الغيتي، واليوم السبت 3 نوفمبر 2018. اليوم كالبارحة، قبل أن أتكلم دعونا نقف للمرة الثانية وربما الثالثة وربما الرابعة وربما العاشرة. ليس مهما عدد المرات، لكن المهم أن نتذكر أن هذا الوطن يفديه شهداء، شهداء شتى، شهداء على الحدود أمامهم عدو واضح يتربص بهذا الوطن فيفدوننا بأرواحهم سواء في البحر أو الجو أو الأرض، وشهداء عابدون، مواطنون عاديون كانوا ذاهبين إلى صلاة، كما قلت في هذه المقدمة أو هذا التعليق، منذ ما يقرب من عام. مرة أخرى نقف دقيقة حداد على المصريين الشهداء، ولا أقول المسيحيين، المصريون الذين استشهدوا بالأمس من عدو غادر خسيس حقير إرهاب. نقف دقيقة حداد. لا أعزي أسر مسيحي مصر من شهداء الأمس،